هم حبيت احد قبلي؟ سؤال غريب والله. اسئله هاي مصيبه هاي. هم تفكر بالزواج بعدي؟ شلونكم؟ ورجعنا اليوم فيديو جديد من السنة الجديدة سنة 2021 وهذا الفيديو أول فيديو لنا، والفيديو راح يكون فيديو صعب. وهاي شنو ويانا موجود؟ طبعا هاي فكرة الشيطانة هيفاء. طبعا موجود ويانا اليوم كشف الكذب. اليوم هذا الفيديو راح يصير مصايب بي. هيفاء مستعدة؟ فيديو حلو حماس. طبعا انا مجهزة اسئلة كوم والحسين ومجهز لها اسئلة. بس اسئلتها وين؟ يا الله ايه يا ثني حطها بجيبك. تمام مجهز لها اسئلة. ابقوا يانا وشوفوا ولا تضيعون ولا ثانية، لان الفيديو اليوم اول مرة يشوفنا لا تنسون الاشتراك وتفعيل الجرس والاشياء. وحساباتنا انستغرام والفيسبوك كلها موجودة بصندوق الوصف، واحنا موجودين بيت عائلة البياتي. كلكم تعرفوهم، عائلة ابو حسن، اريد كلكم تدعموهم كذلك وتشتركون قناتهم وتوصلوهم اكبر عدد من الاشتراكات واللايكات، ولا تنسون تدعمونهم. طبعا خلينا نبدي وخلينا نشوف من اول واحد راح ينتل هذا الجهاز. يلا حجرة ورقة مقص. احسن يخسر. يا الله خلينا ننزل على حلقه خاف تنتن زايد. يعني نبدي باول سؤال ويا هيفاء ونقول يا الله. طبب ايدك حبيبي كليتها لازم كلها طبب 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 طبب. سالفة تخوف والله. بس على كيفك؟ خاف اكسر الجهاز من نتله على كيفك. لا بس مو هيك حسين اسمع. بس 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 يلا يلا والله بنتله هالمره. اوكي السؤال يقول هم حبيت احد قبلي؟ جاوب ايه ولا بسرعه يعني. لا قول. لا حب مراهقه. يا الله طلعنا باع وقت من الخوف. يعني حب حياتي. يلا هسه اجى الدور الهيفا. طبعا هاي نسألها سؤال حسين شويه. خلنا نسألها السؤال صعب. تمام يلا. طبعا احس ايدي راح تنشلع. يا ابو شالت انت الهيفاء. يلا. اكثر شخص تحبيه من بين اخوتك؟ اخواني. اكثر اخت تحبيه؟ ام العنود، تحيه خاصه لها، ام بسبس الحب. بس لا تنتل. لا انا احبها كلش. يلا بسبس وهي ورجلها وعائلتها كلش احبهم. حتنتلين؟ والله ما نتلت. احبت اختي كلش. والله ما نتلت. انا احب اخواني كلهم، بس يعني اختي واختي الوحيده فمعزتها سو. يا نرجع للسؤال وان شاء الله ما كنتله. ابقوا وشوفوا. طب بايدك ان شاء الله يكون. شو ليه سمن نتلت؟ يا الله ان شاء الله ما نتل. بيت طلبتني. زين اوكي سؤال يطرح نفسه ويتمرقل. هم تحب اكلي لو اكل امك؟ هم اكلك لو اكل امي؟ اكلي لو اكل امك. احب اكلك. بعد صرت تغير. ما انا اسف خاف النتل. يما النتل. احبك الامه. بعد من النتله صار فيه. طبعا خلا كذا كلش طيب. انا احب كل تحيه لامي. خلا ام حسين انتلت يمك. هو عدا شقة خاصة عندها اكلة، هي اكلة لا اكلها ما ادري شنية اكلها اكيد جنة والباقي له تمن باقي له. يلا انتلت والله. الجهاز هذا ابد ما يفيد وياه، اللي يكذب يطلع. يلا داري. يلا هيفاء. اوكي هم ندمتي ولو مرة بحياتك من عرفتيني؟ ندمت؟ يعني ندمتي على ولو مرة بيوم بحياتك ان ندمتي لين عرفتيني؟ اي من عصب اندم. لان هو ما قبل يعني ندمانة. لا احس لا نتلي. يا الله تنتلين. يلا نتلي. كهرباء ما نتلت.
لانه انا ما عرفتك لانه انا اصلا نتلت راح يرجع راح يرجع حسالية والله يستر. حبيبي حط ارفع على كيف شاي. سؤال غريب والله اسئلتها هاي مصيبه هاي. هم تفكر بالزواج بعدي من بعدك ما افكر اصلا الله عنك يا هاي. لا 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 يا الله صوت تفكر بالزواج تفكر بالزواج نتلا تفكر بالزواج ودي الزواج جاي من الاول نتلا ثلاث لي ما لم تكذب يعني اي والله يعني ما اخذها حتى تتزوج عني جاهز كيف هذا يفرق بيناتنا ليش الطائفية اوكي يلا خلنا نسأل السؤال يلا 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 اسأل تفتحي أكثر بلد تحبيه بعد العراق بعد العراق ألمانيا هسه تكذب كذبة ألمانيا وتركيا كلش أحبهم وأحب أروح لهم ودبي هاي هاي صارت لعبة إنت لي إحنا وديت قبل كذب ما إنت لي صار بالحرب أليس ولا إنت لي شو مصيبة بس أنا إنت لي هسه ليه؟ إيه هاي أنا قابلها كلها كذب أنا يلا هذا الجهاز هذا الجهاز هذا الجهاز بس لا نطلق من هذا الجهاز زين اوكي انت تحب طريقه بك شغلي شغلي تحب طريقه كلامي لو شخصيتي طريقه كلامك لو شخصيتك انا احبك كلش انا احبك ليش كلامي كذاب ما كذاب انت والله مخلص الجيم اللعبة راح نطلق من هذا الجهاز والله حبك لا صدقين بي ما تحبني ودك تتزوج والله حبك لا صدقين بي لا صدقين والله العظيم احبك انا لي هسه ولا مرة تكهربت بصراحة شباب ساعدوني هذا الجهاز شنو عدو عدو هذا الجهاز يلا يا فارس مش عارف نتلين عن من الكاسر وهذا السؤال صعب اكثر صديقة تحبيها موجودة حاليا ويعني؟ لا يعني حاليا اكثر احب اسراء احب نور احب مرت اخويا اخت حسين لازم تنتل لازم تنتل لك عيني والله انت كذاب هي مو كذابه نتلي نتلي رحمه الوادي انا ما كذب انا من قلبي طيب هذا خاف بيني وبيني 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 نتل خاف هذا خاف هذا ما ينتي النسوان اي على يدي النسوان بصمه ماخذ هذا اي والله بعد اي اسوي مشكله لو نتلت زين سؤال انت شغلك توثق بي ولا بسرعه اي اوثق بيك بعصب تطبيق والله هذا الفرق هذا تقبيه سويت تعقز الجهاز لك انا لك بس ابدا احكي كلمه ويمشيها علي ماكو شو والله ذك متي معود تثقين بي حسين كم مره نتلت لك لحد لا ولا مره من نتلت شنو؟ كم مصيبات؟ دي راحت من نتلة قطايا صح سعقات كهرباء صار بدون جل شعر وقف طبعا انا نيني هسه ولا مره نتلت يلا هسه انا نتلت نتلت هسه يلا اذا قلت لك مره ثانيه جيتي من الحبل من هولندا اعلى مكان من هولندا لا 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 اخاف خلت اخاف شنو بس انا قاعد انتل باكي بحضرتك عصبت انا على الجهاز سؤال تحبي هسه اكثر لو بالعلاقه اكثر هسه احبك اكثر عجبت تذب اي ليش قاعد انتل بس انا والله ما يصير راح تين 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 ما حد يقول لك كافي تجذبك كافي تجذبك ارحم امي كافي تجذبك خلاص انا اطلع منها اروح يم اهلي هاي ان شاء الله تنتلين لعد وهسه السؤال الصعب ابدي هم شربتي جقاره بحياتك؟ جقار لا ولا جقاره؟ يلا نتل لعد اصلا ما احبها ولا احب ريحتها انا اي حد يشرب جقاره بتعد من عنده شو مصيبة يلا بس ما جيت قاية الكرسي
ها قاعد تدعي علي ولا انت ما قاعد دعاء هذا سؤال ايه؟ سؤال يلا اذا تزوجت اذا تزوجنا ان شاء الله وما كنت اجيب اطفال يعني تبقى ويا لو تزوج علي او تتركني يعني يوم غلط انت جابت لي بابا شنو تتركني وانا تزوجت عم اشتركت لا اقول لك انا اذا خلفت اذا تزوجت وطلعت يعني من ربنا ما خلف الله لا يقولها لا الله لا يقولها ممكن السالفه بيه ممكن بيك ما تعرفين هذا كل شيء بيد الله بس ان شاء الله لا يعني و تزوجت نتبنى اطفال يعني عادي يعني ما يتركني ما تركت مع الصوت عشان تغير يا ان شاء الله بس بعد عيطه شوف لي بس ان شاء الله ما انزل والله حين تنى هذا يا الله واخيرا اول مره ما نتل لك عيني وهسه السؤال الاخير الصعب السؤال الصعب كم مره كذبتي بحياتك ماذا واي واي خلص تعال مع الصوت بغير لا يعني يعني مكذبه هواي يعني ما كانت العاده وكيما نتلت تعال حبيبي سؤال قدام المتابعين لا 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 اعصابك راح نتل العالم من ورا الكواليس طبعا هياتهم 2001 قال الله الله يلا سؤال وجاوبني من كل قلبك واذا جاوبتني اعفو عنك يا اكو جهاز راح ينتني شنو؟ هل اعجبت ببني على الانستغرام بدون ما اعرف اني؟ لك عيني من دونك ماكو اعجاب بعد يا قالوا بس لا انت يا عيني والله لا تنتن المره لا انت مطلق الله يرحمك لا المره خلاص هاي انا بيت اللي عندك الظرف حتى حلقتي خلاص هاي خلي لك ما نتل اوكي يلا هذا اخر سؤال حسين اخر سؤال ختامي طبعا حبايبي هذا اخر سؤال انا هسه بس مره واحده اللي دلت حسين كله طع 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 اي والله اشقد حبيتيني من 100 الف بالمية مليار من المية لا 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 بحيث انا حسين كلش احبه خليك هديك بحيث انا حسين كلش احبه والله احبك والله لا 100% صحيح لا ابد ما يابا شفتوها 100% مو هذا الجهاز راح يسوي مشاكل بين العوائل انا احبك هيفاء الجهاز انا كذبت طول حياتي وعشان ما تنتلت بس انت اخر شيء كذبت بيه صدق احبك على انت عارفين نعيدها عيديها مره ثانيه اي عيديها مرتين اي عيدينا الا متنتليني يا صدق والله يلا نعيدها مره ثانيه قد تحبيني من 100 احبك هوايه هوايه احب حسين من 100 جد بحيث منحت ويا عيون تصير قلوب والله يا عين اسمع والله شوف النتله يا عيني لك من نتله صدق بيه الجهاز خطيه قال عليه الجهاز صح حبايبي اصدقائنا وان شاء الله الحلقه مالتنا تكون عجبتكم اصدقائنا وصلنا وياكم للنهايه الحلقه شلون كانت هيفاء ان شاء الله تكون انه هي بالنسبه لنا صدقت الجهاز وانا هذا الجهاز مجرد لعبه حيسوي مشاكل بيننا الجهاز والله عاد شقه هو لعبه وتسليه حبينا ان نشارككم بيه وان شاء الله الفيديو هذا عجبكم واصدقائنا لا تنسون حساباتنا موجوده اسفل الشاشه وبصندوق الوصف الانستغرام والفيسبوك اريد كلكم نشوفكم هناك كذلك وها فيديوهاتنا الجاية 2021 هاي السنة راح تكون فيديوهات حلوة وإن شاء الله هاي السنة راح يعني راح يكون زواجنا بيها إن شاء الله هاي السنة الله يتممنا على خير ونتزوج وإن شاء الله نوصل كل أحلامنا وإن شاء الله نوصل أكثر من 100,000 بهاي السنة وراح نسوي مفاجآت لو وصلنا 100,000 سووا حملة وراح نقفز كذلك من قفزة هولندا اللي مشايخي راح يشوفها ونشوفكم إن شاء الله فيديوهات ثانية باي.